ونرحب بضيف حلقة اليوم صاحب اللقطات الجميلة عماد. أهلا وسهلا بك عماد. أهلا وسهلا فيكم. الله يحييك عماد. عماد من البداية لو تعرفنا عن نفسك بشكل مختصر. أنا عماد الإدريسي، طالب في تركيا، أدرس يوني ميديا. يوني ميديا. عمري 24 سنة. يوني ميديا نعم. يعني هي مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. نعم. إذن وسائل الإعلام الجديدة تدرسها، لها علاقة كبيرة بمجال التصوير. هل اخترت هذا التخصص من حبك للتصوير، أو كيف وصلت لهذا للتصوير ولهذا التخصص؟ التصوير طبعاً تخصص يوني ميديا هو مجاله أكثر شيء خاص بالتصوير، فأخذت التخصص هذا حباً للتصوير. وكيف اكتشفت أنه عندك موهبة كبيرة في التصوير؟ والله كنا احنا يعني الشباب، لو فترة الشباب تكون دائما تحب تخلد ذكريات الصور، تحب تصور اصحابك، فبدينا بالجوال. بعدين حبة حبة الوالد شاف انه احب التصوير وكذا، فاشترى لي كاميرا. جميلة. الصور التي تلتقطها الان هي عبر الكاميرا. نعم، كاميرا وجوال. جميل. هل تفكر أيضا في الاحتراف بالتصوير، يعني تطوير نفسك في هذا المجال؟ أكيد إن شاء الله نحب أتطور أكثر وأكثر. حاليا التصوير متعلق بدراستك، لكن هل هو يعني هواية أيضا، ولا تفكر في المستقبل أنه ممكن يكون مجالك في التصوير العمل أيضا وكسب الرزق عبر التصوير؟ هو هواية من البداية، بدأت هواية التصوير والآن أصبح مجال التصوير طيب يعني مجال كبير جدا للشغل. صحيح. هل عاد تاخذوا عمل؟ تمام. وانا اتجول في الصور التي انت يعني وضعتها في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بك، كثير من الصور متنوعه الصور. هل يبحث المصور عن اللقطه والمشهد، ام ان المشهد والمنظر ياتيان المصور مثل ما يقولوا لا عند كاميرته؟ احيانا لازم المصور يخلق لقطه، وأحياناً اللقطة تفرض عليك أنك تصورها، يعني جمالها تفرض عليك أنك تصورها. زي إيش اللقطات اللي دائماً تلفت نظرك؟ يعني مثلاً أغلب اللقطات اللي تلفت نظري اللي في الشارع، اللي تكون عفوية. يعني الناس، هذه لقطة تفرض نفسها، أما لقطة منظر طبيعي هذه تسويها عام. طيب، وهذا لا، المنظر الطبيعي كمان هو اللي يلفتك ويلفت نظرك ويلفت الصورة برأيي يعني. طيب كمان لما تجولت في حسابك لقيت صور كثير بورتري، ولقيت صور للموديلز. انت ناوي تتخصص في هذا المجال ولا كيف؟ والله انا احب تصوير الموديل، اغلب تصويري موديل. وتصويرك للموديلز هذا عباره عن شغل خاص ولا بس هوايه؟ نعم. لا، شغل خاص وهوايه واصبحت شغل. طيب، الصور ايضا معدلها كثيرا بحسب ما شفت. تعديل الصور، نعم. هل يقلل من قدرة المصور ولا يضيف إليه؟ بالعكس، التعديل شيء جميل جدا، فيضيف جمالية للصورة أكثر. يعني ممكن يقولوا المصور ما قدرش يلقط الصورة اللي في باله، أو ما قدرش يلقط الزاوية في باله، وعدل عبر التعديل. لا، التعديل بحيث ما يغير من الصورة. طيب لو أنت التعديل يكون بس. إيش رأيك يا عماد؟ تشرح لي أكثر طريقة تعديلك للصور، وإيش البرامج اللي تستخدمها، ويعني ما هو الحد اللي ممكن تعدل فيها الصورة من غير ما تغير محتواها؟ يعني مثلا ما أستخدم أول شيء برامج لايت روم وفوتوشوب، بس ما أغير تفاصيل الصورة، جمالية الصورة، الأشياء اللي أنا صورت الصورة علشانها ما أغيرها. طيب، فقط ألوان، إضاءة، أشياء بسيطة. أكثر الصور اللي بقت في بالك، ولا هل كان في موقف وأنت تصور حصل وباقي في بالك ويمكن يمشي معك على طول؟ في احكي. في عندي صورة حتى انعرضت هنا لشايب. أيوه، شفته كذا يشبه العمزازة في مراد علمدار. أيوه، حبيته وصورته وقبل تصور؟ استاذنت منه وطلع قريبه كمان. اه
شوف على الصدفة. طيب في العادة الناس ما يحبوش يتصوروا من غير استئذان، كيف تتعامل مع هذا الشيء وانت من الأشخاص اللي زي ما قلت تحاول دائما تصور إلى جانب الموديلز، واضح انك تصور وجوه الناس؟ أول شيء استأذن بعدين أصور. وكيف تلاقي القبول؟ في بعضهم يعني الكبار في العمر دائما ما يحب، ما يحبوش. الشباب يحبوا. لا طيب انت لما تصورهم وكذا توريهم حسابك في الانستغرام وتوريهم الصور اللي تصورها، وبعد ما توريهم هل تحس انه في تغير في القابليه؟ مثلا كان قبل ما يشوف حسابك ما كانش قابل، بعد الحساب قبل؟ نعم يبدا يهتم فيك اكثر. جميل. طيب مشاريعك للمستقبل بعد ما تكمل دراستك ايش اللي تشتي تسوي؟ ان شاء الله ناوي اصير يعني ان شاء الله بتخصص في مجال التصوير السينمائي والفيديو، وان شاء الله ننتج افلام جميله. التصوير السينمائي متعلق كمان بتخصصك اللي تدرسه الان في الجامعه ولا بيكون تخصص اضافي؟ نعم كله في تخصص الميديا كبيره جدا. طيب الناس اللي حولك اللي يعرفوا انك مصور وكذا اصحابك هل دائما يقولوا صورنا صورنا؟ كثير اغلب اللي في صفحتي هم اصحابي. ها وبعد ما تكمل تصور يرجعوا الصور يا عماد، وانت زي بعض المصورين اللي تجلس الصوره عندهم تتخلل وما يوصلوهاش ولا؟ لازم، هذه وريثه انت كل مصور. طيب والله اتمنى يوم كمان تصورني يا عماد، عجبتني الصور. ان شاء الله بس ننزل اسطنبول نلتقي. تمام ان شاء الله، احنا منتظرينك يا عماد، ونشكرك كل الشكر على هذا اللقاء ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم. شكرا لك.